بالنسبة لي انا حاليا ما نقدر نديكلاري حتى شي حاجة، لان هذوك الصور ما عنديش الحق باش نهضر على العمل قبل ما ينزل وقبل ما يبانوا لي بانو، قبل ما يبان لا بوندانونس ديالو، فخليوها حتى من بعد نديكلاري، سينو غيتخصم معايا المنتج والطاقم الاخراج. حاليا الحمد لله كنت متعب بحياتي في حال الناس عاديا، الا تكرم علي الله وخلاني اقدر الحمد لله على كل شيء. انا مزيانه، عايشه حياتي عاديه بصراحه، ما كاين حتى شي حاجه زعما قبل وبعد، انا كان ديك المرحله ما دازتش من حياتي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.